لا أحد يحتال علي ويهرب من عقابي، وهذا يشمل هؤلاء السنافر الصغار المزعجين. لقد سخروا مني ودمروا قلادتي العجيبة، حتى أنهم سرقوا مني إحدى حيوات التاسع. لكن لحسن حظي لا يزال عندي 8 حيوات ستمكنني من الانتقام. والآن ماذا كنت أفعل؟ أو تذكرت، 3 نفخات من نفس الخفاش، القليل من لعاب الضفدع، وانتهينا. إنه جاهز. بصحة السنافر وسقوطهم المفاجئ. لقد نجحت، أصبحت سنفوراً. يبي، هذا تحول مثالي. إلا أنني لا أملك ذيلاً، هذا فظيع. علي أن أضع واحداً. يا ويلي، هذا لن يكون سهلاً. ستنفع حبة البازيلا هذه كبداية. سأضيف إليها القليل من اللون هكذا، والقليل من الغراء، وألصقها، وأخيراً نجح الأمر. والآن كل ما علي فعله هو إيجاد صنفور واحد، لكن أين؟ طبعاً في حقل نبات السنافر، إنه مكان ذو رائحة عطرة لدرجة القرف، وأكيد سيجذب السنافر الصغار المقرفين. هم ددي دم دم ددو. صنفور جميل هو سعادة أبدية. أوه عجبا. مرحبا يا زميلي الصنفور. مرحبا، تفضل ورقة من هذا. أجل طبعا. طعمه رهيب، رهيب بشكل رائع، هذا ما عنيته. أخبرني، ألم تحب صنفرة مع بابا صنفور في صالة السنافر البارحة؟ ها؟ بلى طبعا أحببت ذلك، ولكن عما يتحدث يا تورا؟ حسنا، يجب أن نسنفر إلى القرية. القرية؟ الآن أحرزنا تقدما. إلى أماكنكم جميعا، هيا. رائع، حان وقت الاحتفال بصنفرة السنافر. حان وقت الاحتفال بانتقامي. أنت أيها السنفور، إلى أين أنت ذاهب؟ كنت فقط. عد إلى مكانك، الاحتفال على وشك البدء. حسنا أيها السنافر، ابدأوا الغناء. ترا 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 ترا. أسف. توقف، كنت تشخر بدل أن تسنفر. حقا أو لا؟ عليك الذهاب إلى مكان آخر يا صنفور مشخر حتى لا تثير المشاكل. التوقف عن إثارة المشاكل، لكنني بدأت للتو. هذا ليس سيئاً، إنما القليل من سم هذا النبات سوف يجعل الحساء أطيب بكثير. انتهى الحساء، تعالوا. كم أنا جائع. طبعاً أنا جائع، أنا أكره الجوع. ابدأوا الأكل يا سنافر. ألن تأكل يا مشخر؟ لا شكراً، لست جائعاً كثيراً. لابد من أن مفعول السم بطيء جداً. واثقون من أنكم بحالة جيدة؟ طبعاً بحالة رائعة. لكن بصراحة يا سنفور مشخر، نحن قلقون عليك. أنت متوتر جداً، كما أنك لا تأكل. والآن افتح فمك. لا رجاءً. أنا أتبع حمية ضد السم، أعتقد أنني بحاجة إلى تنشق الهواء العفن. يجب أن أعرف أين أخطأت. ما
غسيل وسخ. يا لخيبة الأمل، لكنني سوف أنتقم منهم. سأفعل سأفعل. لا لا لا، كيف سأجعل هذا الجسر يتحرك لكي يغرق في المياه؟ سنفور مشخر، عندي مفاجأة لك. لي أنا؟ أوه، ما كان عليك ذلك. مهلا مهلا أيها السنفور الصغير والمزعج. سوف لحظة، لقد أعطاني فكرة جديدة ولامعة. يا سنافر الصغار الأعزاء، هذه حقا مناسبة مهمة. بفضل عملكم المسنفر المجتهد تمكننا من سنفرة هذه التحفة الفنية التي ستسنفرنا إلى الجانب الآخر. لن أسمع كلمة سنفور مجددا، لأن الأمر سيحدث عما قريب. والآن حان الوقت الذي انتظرتموه كلكم. إلى اللقاء أيها الأغبياء الصغار الزرق. لا 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 يا مشخر، ماذا تفعل هناك؟ هيا تعال. علي إيجاد خطة أخرى، يجب علي ذلك. سوف يموت النجدة. يا سنافر النجدة، أنقذوني. سوف أنقذك يا مشخر. النجدة النجدة، أنقذوني. النجدة النجدة. تمسك جيدا بهذا الحبل يا قوي. حسنا يا سنافر، اسحبوا اسحبوا اسحبوا. هل أنت بخير؟ اهدأ قليلا. ولكن ما الذي جرى؟ ترى ما الذي تسبب بتهدم الجسر؟ يا سنافر، لدي أخبار مروعة. حادث الجسر هذا اليوم لم يكن حادثا أبدا. هناك مخادع بيننا. أوبس. مخادع؟ من قد يسنفر شيئا كهذا؟ أصبح الوضع خطيرا جدا هنا. من الأفضل أن أخطط الانتقام في مكان آخر. أحدهم أضاع ذيله. لم أكن أنا. بابا سنفور، هل هذا ذيلك؟ ذيل؟ يا للسنفرة الغريبة، السنفور الذي بيننا زائف. استدر لأرى. أو لما قرصتني؟ لأتأكد إن كان حقيقيا. السنفور الزائف لا يصرخ. هيا بسرعة نادي الآخرين. وجدتها الليلة بينما ينام الجميع. سوف أحرق القرية كلها. مشخر تعال بسرعة، بابا سنفور يريد أخبرنا بشيء. يا سنافر، هناك دجال موجود بيننا، سنفور زائف مع ذيل زائف. هل ذيلك حقيقي؟ هل أنت سنفور زائف؟ يا مشخر، هيا استدر. ابتعدوا عن طريقي، ابتعدوا عن طريقي. هاي الحقوا به، إنه السنفور الزائف. هاي اخرج، افتح الباب. أنت في الداخل، من تكون؟ أنا جعلوكا، صاحبة القوى الماكرة. إنما الجميلة. أنا أحضر شراباً عجيباً يعيدني إلى طبيعتي، وبعدها سأدوسكم بشدة، سأسحقكم كلكم. أسرعوا، علينا خلع هذا الباب فوراً. القليل بعد من لعاب الضفدع و... إنه جاهز. لقد تأخرنا. الآن ستصبحون ملكي أيها السنافر الصغار الزرق. مهلا لحظة، كلكم طوال القامة.
لا، لكن أنت من هي صغيرة. ابتعد عني. بسرعة سنفرها قبل أن تهرب. مالاً مالاً، يمكنني شرح كل شيء. أنا لم أعني كل تلك العبارات البغيضة التي قلتها، كنت أمزح معكم، أردت أن أكون واحدة منكم. ألا تصدقون عمتكم جعلوك اللطيفة التي تحبكم؟ لا. اسمعوا، ألا يمكننا الذهاب إلى منزلي لنتناقش بالأمر حول حساء لذيذ وسام وبسكويت شهي ومر؟ عجباً، ربما علينا فعل ذلك. بعد التفكير لا أجد الأمر صائباً. حسناً يا جعلوك، وصلت إلى نهاية الطريق. أو لا، رجاءً لن تسمعوا بعد الآن شخيري في هذه القرية. أنا أعدكم. لا تتخطي هذا الخط أيتها المسببة للمشاكل. والآن ارحلي، وليكن حجمك المتقلص درساً لك لتصلحي أساليبك الشريرة. أوه، شكراً شكراً. ما زال عندي الكثير من الحيوات كما تعرفون، سأنتقم منهم. أجل، سأفعل، سأنتقم منهم. أوه، ما الذي يؤخر ذلك الطائر الغبي؟ إذا لم يحضر ذلك الصقر الساذج النسخة الأسبوعية لأصحاب القوى، سأحوله إلى ديك رومي محمر مشوي مع الكثير من المقبلات. أوه يا طائري أيها الصغير المحبوب، حصلت عليها، عرفت أنك ستنجح. إنه هو بطل هارلوكان. لو أمكنني رؤيته مرة، أفكر في الخدعة الرائعة التي سنقوم بها معا. لابد من وجود طريقة لمقابلته. لمن لف والدوران، سأذهب مباشرة إلى قصر هارلوكان، لا يبعد إلا بضعة كيلومترات فقط وفقا لسرعة طيران هذا الصقر. فلترفرف بجناحيك أسرع، ألا يمكنك ذلك؟ أرأيت يا هلول، هنا تماماً آثار السنافر عندما يعودون. هؤلاء السنافر التافهون سيلتصقون كالذباب بهذا الصامغ. سوف يصلون بسرعة يا هلول، اختبئ. مجدداً؟ أنا حقاً آسف، ولكن أعتقد أنني سنفرت أحداً راكباً على طائر. أنت تطير أبطأ من طائر الكناري. لو ذهبت سيراً لكنت وصلت أسرع. أنزلني هنا في الحال. واو، أوتش، لم أقل لك ارمني أيها الغبي. ولا تنسى أن تعود لإحضاري عندما تسمع صوت صفارتي مرتين، أفهمت؟ يا لك من طائر غبي، أعتقد أن الوقت حان للحصول على طائر جديد. قد وصلوا، شش، هل هو الإهدأ؟ ما هذا؟ وقعتم في الفخ. جعلوك. أنت مضحك فعلا شرشبيل، مضحك فعلا. حررني من هذا الصمغ أيها الوقاح. أنت من وقع في الفخ، لذا حرري نفسك. حسناً إذن، سيلقنك هذا درساً كي لا تحشري أنفك في ماذا؟ ماذا تفعلين؟ أنزليني أرضاً. كما تشاء، أجل. رجاءً يا جعلوك العزيزة اللطيفة، أخرجيني من هنا، سأفعل لك أي شيء. ماذا يمكن لأحمق غير كفو أن يفعل من أجلي؟ لا شيء، كما عندي أشياء أهم تشغل بالي كمحاولة تقديم نفسي إلى أرلوكان الرائع صاحب القوى المدهش فعلاً. أرلوكان الرائع؟ أرلوكان اللطيف ذاك؟ لمعلوماتك أرلوكان هو من أعز أصدقائي، أرلي ذاك الأسبوع الماضي. هل تعرفه؟ لما لم تقل لي هذا قبلا يا عزيزي شرشبيل؟ على
عليك أن تعرفنا إلى بعض. هذا ممكن، ولكن ماذا سأستفيد أنا؟ حسناً، إذا أردت الحصول على أولئك السنافر فعندي الشيء المناسب لك. أجل، معي صفارة عجيبة تجذب السنافر عن بعد كيلومترات. حقاً؟ دعيني أراها، دعيني أراها. سوف تراها، ولكن بشرط واحد بعد أن تعرفني إلى أرلوكان، فيأتي لزيارتي لنقل هذا المساء. أنت موافق؟ موافق، هيا يا هلول. أوه، بابا سنفور، ماذا سنفعل لو حصل شرشبيل على الصفارة؟ هلو يا سنافري، علينا منعه من دعوة أرلوكان إلى منزل جعلوخة. أياً يكن. أوه، ماذا رائع، سيأتي أرلوكان لزيارتي. أوه هارولد، أين أنت يا طائري العزيز؟ صاحبة القوى تلك تريد لقاء أرلوكان الرائع. يا صديق العزيز أرلوكان الرائع. حسناً، علينا إعطاؤها ما تريده هلول. لنرى الآن. هذه تفي بالغرض، وعندما يكتمل تنكري تلك العجوز الشمطاء لن تلاحظ الفارق. هو حتى لا يعرف أرلوكان. علينا منع جعلوكا من إعطائه الصفارة العجيبة. لكن ألا يبعد قصرها كثيرا عن هنا بابا سنفور؟ ليس إذا قادنا الطائر إلى هناك، سوف يأخذنا حتما. بسرعة يا سنافر الصغار. أوه، قد وجدتها، علبة الموسيقى العجيبة خاصتي. آمل أنها ما زالت تعمل. أوه، مدهش. والآن ستكون سهرتي مع أرلوكان الرائع الرائعة. كيف سيقاوم جمالي؟ أوه، تذكرت، يجب ألا أنسى الصفارة العجيبة المزعومة التي أستعملها لأنادي بها الطيور. ألن يلاحظ شرشبيل الأبله ذاك الفرق أبداً إلا بعد فوات الأوهان. هذا سيخدع تلك العجوزة الشمطاء البشعة. ممتاز، حان وقت تنكرك يا هلول. اهدأ هلول، لن تتألم أبداً. هلول تعال في الحال، لا نستطيع جعل جعلوك العزيزة تنتظر. هلول. أوه، القليل من ثقلول ضفدع وجزء صغير من عين سمندل. انتهيت من تحضير المقبلات، والآن سأضع القليل من العطر. عطر زيت الضريبان، هذا ينجح دوما. حسناً، ممتاز. إذا لم يحضر أرلوكان الرائع سريعاً، فسأحول شرشبيل الأبله إلى دودة مقرفة. لكنه أصلاً دودة مقرفة. أوه، لابد من أنه وصل. أوه، يا لهذه المفاجأة. تفضل، تفضل. إذن أنت جعلوكا. صديقي المقرب شرشبيل يرسل لك أطيب تحياته. أوه، شرشبيل، أوه، كم هو لطيف. تفضل، تفضل، هيا. شكرا لك سيدتي. هذا منزلها. أوه، بابا سنفور، هل تعتقد أن شرشبيل وصل؟ إليك شرابا ينعشك بعد رحلتك الطويلة يا عزيزي أرلوكان. إنه لذيذ. ما هو؟ إنه عصير حضرته بنفسي، عسل الحلزون. إنه لذيذ سيدتي. أوه، أترغب في المزيد؟ ابقى في الجوار، قد نحتاج إليك. لا لا، شكرا سيدتي، لقد اكتفيت، لا أستطيع البقاء أكثر. انظر بابا سنفور، إنها الصفارة العجيبة. جئت لأخذ الصفارة العجيبة لزميلي وصديقي العزيز شرشبيل الرائع. أخبرني بأنه سترحل بهذه السرعة. هراء، لقد وصلت للتو. تعال لنتحدث عن القوى العجيبة. تفضل، تفضل، هل أنت مرتاح؟ حسناً أرلوكان، أنت حقاً لبق ولطيف. طبعاً سوف أرقص معك. في الواقع أنا لا أرقص، كما أنه علي الرحيل فعلاً. هذا مسنفر فعلاً، لا أصدق. لا أعرف ماذا أصابني، لكنني لم أرقص من قبل. حقاً؟ أنت ترقص؟ أوت، برشاقة كبيرة.
أوج، بثقة تامة. وأنت تخيل نفسك الأخرق الوحيد. أرلوكان، أنت تعجبني كثيرا. أعتقد أنه سيغمى علي. أو لحيتي. أو لا لا. أرلوكان عزيزي، أنا معجبة بك. أخذ شرشبيل الصفارة العجيبة. بسرعة، علينا أن نسنفر بعيدا قدر المستطاع قبل أن يستخدمها شرشبيل. لنرحل من هنا. أرلوكان، أين أنت عزيزي؟ حصلت عليها، حصلت على الصفارة. لكنني دفعت ثمنها غاليا. أعرف أنك خجول، لكن هذا سخيف. أرلوكان، أين أنت؟ حسناً، أعرف أنه سيعود. يا له من رجل، لكن لما أنا متفاجئة، ففي النهاية أنا جميلة ولطيفة وعندي لحية. لحية؟ لا، لقد كان شرشبيل. أين هو؟ أين ذلك المخادع؟ نحن بأمان هنا هلهول. والآن أيها السنافر الزرق، اخرجوا، اخرجوا من مخبئكم. هل تعتقد أننا ابتعدنا عنه كفاية بابا سنفور؟ أعمل ذلك يا سنفورة. لا، لا أجد أثرا للسنافر، ربما علي المحاولة مجددا. إنه هناك. نجح الأمر، هذه الصفارة عجيبة فعلا. ماذا؟ الصفارة العجيبة. ليست عجيبة على الإطلاق، إنها صفارة جعلوكا للطيور. ليموناتا للطيور. رجاءً، لقد تعلمت درسي. رجاءً أوقف الآلة. لكن أرلوكان عزيزي، إنها تعزف أغنيتنا المفضلة. والآن أرقص أيها المحتال، المخادع القبيح، أرقص. طبعاً سأرقص. عجباً عجباً، عندي الكثير لأفعله. يقال إن عمل الأم لا ينتهي. هذا صحيح بالفعل. أجل، أعرف. عجباً علي أن أسرع. يجب أن تكون كل أوراق الغابة حمراء قبل عيد هالوين، وبالكاد عندي وقت. الوقت، كيف يركض الوقت؟ لقد قضيت الكثير من الوقت على فصل الصيف. أجل، أعرف. ألا ترى أنني أستعجل؟ حسناً، أنا راحلة. أجل، هكذا صحيح. والآن ضعها على 90 درجة في الوسط. هكذا صحيح. طم طم دم 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 طم طم دم دم. يا لها من كعكة عيد رائعة. يم يم يم. إنها لذيذة. لا أصدق أن عيد ميلادي مازح يصادف ليلة عيد هالوين. واو، ما هذا؟ إنها مفاجأة. عجبا، أتساءل ما إذا كان يجب أن أعرف أنه سيخدعني. مازح، من الرائع أن يصادف عيد ميلادك ليلة عيد هالوين. ليس هناك سنافر كثر محظوظون مثلي بابا سنفور. أنا متأكد من أن لا أحد في الغابة كلها، لا بل في العالم كله، يحتفل بعيد ميلاده في عيد هالوين. في الواقع مازح، هناك على الأقل شخص واحد. أعياد الميلاد، من يحتاج إليها؟ الاحتفال بليلة هالوين أمر سخيف. لما ولدتني أمي في ذلك اليوم؟
لن أقيم أي احتفال هنا ولن أفعل أبداً. هالوين با، أعياد الميلاد با، بمجرد التفكير في أن السنافر سيحتفلون. ذبابة غبية، احتفال السنافر وتقديم شكرهم على موسم حصاد جيد يشعرني بالاشمئزاز. سأحصدهم جميعاً، سأحصد تلك المخلوقات وأقضي عليها. توقفوا عن الاحتفال هناك، هل سمعتم؟ توقفوا. أوه حسناً، ربما ترسل أمي بعض الزبيب كما فعلت السنة الماضية. واحدة لأكول، وواحدة لمغرور، وواحدة لقوي، وواحدة لسنفورة، وواحدة ل... وواحدة أيضاً لي. أوه كم أحب عيد هالوين. ألا تحبه يا هارولد؟ أنا متحمسة كثيراً لإخافة الأولاد الصغار. ربما سيبكون. أوه إنهم يخافون حقاً. يتطلب الأمر سنوات لينسى هؤلاء الصغار خوفهم. والبعض منهم لا ينساه أبداً. أجل يا صغيري، قريباً جداً، قريباً سنحلق تحت ضوء القمر وننقض على القرى النائية. ليوزع الثوم ويتلو صلواتهم، ليفعلوا كل ما يشاؤونه، لكنهم لن يهربوا من جعلوك المشعوذة. سنفور كسلان، خذ عربة مازح إلى الغابة وابحث عن القليل من الأوراق الحمراء للزينة. حاضر بابا سنفور. أسرع، سيحين موعد الاحتفال بعيد ميلاد مازح. حاضر بابا سنفور. كما سبق وقلت بابا سنفور، انعدام حس كسلان بالمسؤولية هو سيء جدا. كنت أخبر سنفور اليوم الفائت بأن بابا سنفور. إلى اللقاء، رحلة موفقة. أوه كم أكره رؤيتها ترحل، لكنها طبعا ستعود. والآن أين كنت؟ أوه صحيح، أوراق الشجر. أوه كم هي جميلة. هكذا. أيتها الأشجار، تبدين جميلة جدا تماما كما أنت، لكن الوقت يمر بسرعة. نامي يا صغيرتي، نامي حتى السنة القادمة. أوه يا لما سمير قدمي البائسة. من الطارق؟ لابد أنه غبي يريد سكاكير العيد. سأفاجئه وسأضربه وأوبقه بشدة بعصاي. عجباً، ماذا لدينا؟ وأخيراً تذكر أحد عيد ميلادي. لنرى الآن من أرسلها إلي. أهي أمي أم عرابي؟ ربما أتساءل إن عيد ميلاد سعيداً شرشبيل. عيد ميلاد سعيداً. لقد أذللتني صحيح؟ سأريك جمال هذا العيد، سأهديك هدية رائعة. لا 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 لا. عجبا، لا أرى أي ورقة حمراء في أي مكان. كل هذا البحث أتعبني حقا. سوف أرتاح قليلا عندما أستيقظ، سأتابع البحث. يا عديم الفائدة، كيف تركته يهرب؟ لن تفلت من العقاب. انتهيت الآن، سأنتقم من السنافر، إنهم يسخرون من عيد ميلادي. سوف أريهم، لن ينسوا عيد هالوين، لن ينسوه. والآن نامي جيدا. أوه كم أحب هذا المكان. مهلا، ماذا يحصل هنا؟ أصبح لوني أحمر. أوه يا للمسكين. ماذا حصل؟ حسنا كما ترى، كنت ولكن من رأى سنفورا أحمر؟ أوه يا له من مسكين.
انظروا إلي، انظروا إلي. أنا حقا آسفة، آسفة فعلا. افعلي شيئا، ألا يمكنك ذلك؟ في الواقع أنا لو أددت ذلك، لكن كما ترى لن ينتظرني فصل الخريف. عينيني إلى اللون الأزرق. لا يمكنني أن أعيدك بهذه العصا الحمراء اللون. عجبا، حتى إنني لا أملك عصا زرقاء اللون. أي ألوان لديك؟ أوه، هناك الأحمر طبعا، والأبيض، والأصفر، والأخضر. ما رأيك في اللون الأخضر؟ أزرق. أوه، كم أنت مسكين. لابد من أن تفعلي شيئا ما حالا. لكن لا يمكنني فعل شيء الآن، عندي عمل أقوم به. لن ينتظرني فصل الصيف، لأن هذا ما يريده بابا الوقت. لا يمكنك تغيير لوني؟ إن العصا العجيبة الحمراء تبقى عصا عجيبة حمراء. ربما حين أنهي عملي، ربما في فصل الشتاء، وربما في فصل الربيع كحد أقصى. الآن عد إلى منزلك وانتظرني، لن أتأخر كثيرا، لكن كما تعرف عندي أولويات. هذا حقا رهيب، انظروا إلي، لا يمكنني العودة إلى المنزل، سيسخر الكل مني. نتمنى لك عيد ميلاد سعيدا وعيد هالوين رائعا أيضا. افتح هداياك. سأفعل، لكن افتحوا أنتم أولاً هداياكم. لقد وضعتها بشكل عشوائي. لنبدأ بالتاء. ميم. لا أصدق أن مجموعة من السنافر العاقلين قد تكون غبية كفاية لي. الغين. هو عجبا يا مازح، لطف منك أن تحضر لي هدية يوم عيد ميلادك. أجل، هذا لطف منك. الدال. الهاء. الواو. الألف. يا له من يوم رائع. هذه هدية الثانية. الشين. القاف. سأشاركك هدية طفل سنفور. الكاف. الميم. هذا أنا. الميم. الكاف. كيف؟ أين كسلان؟ هل رآه أحدكم؟ أرسلته لجمع أوراق الخريف منذ عدة ساعات، ليس من عادته أن يفوت احتفالا. ويني ويني ليتألم السنافر التعساء، ويني ويني لتمطر السماء. مطر؟ أو من يا أبه للأمر؟ قد تغسل الأمطار هذا اللون، لكنني متأكد من أنني لن أعود إلى المنزل هكذا. لن أعود أبدا إلى المنزل بهذا المنظر. عجبا، لا يفترض أن تمطر عشية هالوين. لم أرى في أي من جداولي أن الأمطار ستهطل. هناك خطب ما. هناك خطب ما حتما. أنا أكره المطر. لا تمطر أبداً عشية هالوين، لا تمطر أبداً في عيد ميلاد أي سنفور. أوه بابا سنفور، تظن أن كسلان بأمان في العاصفة؟ هل هو تظن أنني بالغت في الأمر؟ أسرع أيها الطائر الغبي، ألا ترى أننا نكاد نسقط؟ عرفت أنه كان علي أحضر مكناستي. حسناً، أظن أنني بالغت في الأمر يا لول. لا تضحك، فالأمر سيء جداً. أنا محرج حقاً. قيلولة صغيرة ستشاعرني. ها؟
جعلوك؟ ماذا يحصل في الأعلى؟ من هناك؟ هذه أنا. من؟ جعلوك. شرشبيل، ماذا تفعلين على الشجر أيتها العجوز؟ عجوز؟ إنه لطقس جميل. هذا مثال على قدرتي كمشعوذ، أليس كذلك؟ أوه، أنت من قام بذلك. بسببك أنت سيفوتني عيد هالوين. أفسدت لي عشية هالوين كلها. لماذا؟ لماذا؟ فقط لإغاظة هؤلاء السنافر الأغبياء. ألا تدرك أنني قضيت السنة بكاملها وأنا أستعد لهذه الليلة؟ ألا تدرك أنه في حال لم أقم بجولة المعتادة قد يخيب أمل هؤلاء الأطفال الصغار، وأنهم يحبون الشعور بالخوف؟ كما أخبرتك، أصبح لون ذلك المخلوق المسكين الصغير أحمر، ولا أعرف ما العمل. إنه محرج للغاية. أظنه سيفوت عليه حفلة عيد ميلاد مازح. تدركين أنه لا يمكننا إعادة الزمن إلى الوراء، ويستحيل التفكير في الأمر. هذا خطأي أنا. كان يفترض بي أن أنظر أولاً من حولي. لابد من وجود شيء يمكننا فعله، أليس كذلك؟ لا شيء. ولكن يا بابا الوقت، يمكنك المحاولة على الأقل. العودة بالزمن إلى الوراء، إنها لمسألة خطيرة جداً، خطيرة بشكل كبير، ولا يمكنني فعل ذلك. ربما يمكنك العودة في الزمن وأحضر عصاي العجيبة الأخرى. أيتها الأم الطبيعة، عندي أشياء أهم من جلب العصا خاصتك. هناك جرة من مربى توت السنافر في خزانة المطبخ. أوه حقاً؟ اقبض عليه يا هلول، اقبض عليه. قبضت عليك. عجبا عجبا، ماذا لدينا؟ سنفور أحمر، سنفور أحمر. ماذا لديك لتقول لي؟ أتساءل كيف حدث هذا. هل ستتغير حالته نظرا إلى تركيبته الكيميائية؟ بأي حال إنه لي. وهل تظنين أن سنفورا أحمر يساوي ستة سنافر؟ أنا رأيته أولا. لا لا، إنه لي. لي أنا. لي. قوي، خذ فرقة وابحث عنه في منزل شرشبيل. حاضر بابا سنفور. سنفورة، جهزي فرقة وتعالوا معي، سنبحث عنه في الغابة. حاضر بابا سنفور. أما أنتم؟ نعم بابا سنفور. فضعوا جانبا هذه المظلات. حاضر بابا سنفور. جعلوك العزيزة، لما لا نحل الأمر كشخصين منطقيين؟ إذا لم تعطيني إياه سأحولك إلى ضفدع. سنتشاركه. ماذا تعني بقولك؟ سنستفيد منه معا. حسناً، لنقطعه إلى قسمين. جيد، هذا مناسب. أين سنقوم بالأمر؟ في منزلك أم في منزلي؟ حالة طائرك لا تسمح له بالطيران، ومنزلك بعيد، كما أن مسامير قدمي تؤلمني. أنا لا أثق بك. أعطني، أنا من وجده. لكنه معي. سأحولك إلى ضفدع. عصاك ليست معك. كسلان. 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 ليس في الداخل. أيتها الأم الطبيعة، تصنعين مربى لذيذا. وأخيرا أنهيت عملي. كم أن المنظر جميل. علي أن أسرع الآن لأخبر بابا سنفور عن كسلان المسكين. كم أتمنى لو أعاد بابا الوقت التفكير في الموضوع. هيا أسرع، لا أطيق الانتظار. قوي، ماذا سنفعل؟ أنا لا أعرف. أكره أنك لا تعرف. جعلوك عجوز عشية هالوين مخيفة؟ وسنفور كسلان أحمر اللون؟ هذا مذهل. أسرعوا يا سنافري، الوقت يداهمنا. كسلان في خطر كبير. لا أصدق. أتصدقين أنه غطى في النوم؟ ماذا يحصل؟ سيقطعان كسلان إلى قسمين. ولن يفعل ذلك. هذه فكرة سخيفة. وما سا
السخيف فيها. حسناً، كنت أفكر وجود سنفور أحمر أمر نادر، سأجد إمكانيات لاستخدامه. مجفف مثلاً، قد يكون فلفلاً أحمر حاراً، وكيف نعرف إن كان سنفوراً حقيقياً؟ لم أرى في حياتي سنفوراً أحمر. أوه، قم بعملك. أوه بابا سنفور، علينا القيام بشيء ما. قوي، أحضر البطانيات. صدقيني جعلوك، هذا خطأ. نستطيع طلب فدية لقاءه، إنها مسألة وقت قبل حضور السنافر الآخرين. أنهي عملك؟ شرشبيل، أعطني هذا المنشار. استمع إلي جيداً، هذا السنفور مهما كان لونه يساوي أكثر إن كان كاملاً وإن لم نقسمه. أرفض تنفيذ فكرتك. نياو. نياو. انظري سنفور. أوه، واحد آخر. الآن. نياو. تعال يا. ما هذا؟ إنهم يهربون. بسرعة بسرعة. أيها الغبي، كل ذلك بسببك. توقفي أيتها العجوز الوقحة. أردت أن تفسد عيد هالوين علي. اسمع كسلان، لا تشعر بالسوء إن كنت أحمر أو بنفسجياً، من يبالي، المهم أنك سنفور، وكما قلت لبابا سنفور. فكر، اسكت. لم تقصد الأمور طبيعة الإساءة إليك، لكنها أفسدت العيد علي. انظر إلى الأمر من الناحية الإيجابية، لا تحتاج الآن إلى التنكر. مفكر، ربما للون الأحمر إيجابيات لم تفكر فيها حتى، مثل مفكر. لكن عليك مساعدته. أيتها الأم، لا يمكنني فعل شيء. لكنه مجرد سنفور صغير، يمكنك طبعاً مساعدته. رجاءً يا بابا الوقت، أنت تجعل أبسط الأشياء تبدو وكأنها هل أنت واثق من أنك تناولت ما يكفي من المربى؟ هناك المزيد منه. المزيد منه؟ أجل، المزيد منه. أنت حقاً مقنعة للغاية. هذه المرة فقط سأصلح الأمر. بابا الوقت، أنت رائع جداً. العصا الحمراء، العصا البيضاء، الخضراء والصفراء، لا تغير الزمان، بل سنفور واحد لونه أحمر. انظر إلى الأمر من هذه الناحية، قد يفيدك تنكر كهذا، أعني بابا سنفور. ماذا يحصل هنا؟ لا أعرف بابا سنفور. كان جالساً هنا وفجأة. أنا أكره فجأة. لقد عدت إلى طبيعتي، أنا أزرق. شكرا أيتها الأم الطبيعة، أينما كنت، وعيد هالوين سعيدا. إنه الوقت المناسب للاحتفال. بل إنه الوقت المناسب للنوم لو طلبت رأيي. عيد هالوين. عيد هالوين رائعا أيضا.